عرشكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مليح الاسماء خير من يأتي هذا اليوم الدراسي في إطار يعني مرافقة الشباب حامل المشاريع لإنشاء مشاريع في تربية المائيات، وكذلك إبراز القدرات التي تمتع بها ولاية أدرار في هذا المجال، يعني خاصة أنها توفر على موارد مائية هامة بالإضافة إلى ملائمة المناخ لمثل هذه النشاطات. شأن هذا المركز خدمة الاقتصاد الوطني إن شاء الله، وتعريف بالاقتصاد الجزائري على مستوى وطني ومستوى محلي من خلال المكتب الدولي المزمع إن شاء الله إنشاؤه، مكتب دولي لرجال الأعمال. هناك لقاء مع متعاملين اقتصاديين مع يعني خبراء في المجال للتعريف وتطوير هذا القطاع إن شاء الله مستقبلا من خلال مناطق النشاط التي تدخل في العمل إن شاء الله مستقبلا. عندنا 5 مناطق نشاط على مستوى ولاية أدرار. اليوم الدراسي يجي تتمين لهذه المجهودات بعد التكوينات اللي كانت على مستوى مؤسسات التكوين المهني وتخريج عدة شباب في مجال تربية المائيات. رانا اليوم في الفترة الثانية اللي هي مرافقة الشباب من أجل إدماجهم في عمل الشغل.